عندما نحاول رصد أوجه تدخل المحامي لمصلحة القضية الوطنية وفي سبيل هذه القضية وقضية الصحراء المغربية، فإنني من وجهة نظري فإنه أعتبره متعدد الأوجه، ويجب النظر إليه من زوايا متعددة ومختلفة. ونبدأه من عمل المحامي اليومي، باعتبار أن هذا العمل هو نصرة الحقوق والحريات. في إطار هذا العمل يجد المحامي نفسه يوميا منكب على دراسة القضايا، ولما لا أن تكون القضية الوطنية في نصب أعينه، وأن يأخذ من هذا الجهد ومن هذا الوقت من وقته لينكب على دراسة الأوجه والصيغ والتمظهرات القانونية للقضية الوطنية، باعتبار أن المرحلة الحالية هي مرحلة فيها زواج بين السياسي والقانوني، وهو ما يتجلى على الأقل على مستوى ما يطمح إليه مجلس الأمن والأمم المتحدة، التي باتت تؤكد أن الحل في نزاع الصحراء هو حل سياسي في جوهره وفي موضوعه، وله لباس قانوني. هذا هو المغزى والفلسفة التي تبحث عنه الأمم المتحدة، بحيث أنها تخلت عن الهدف والغاية الأولى في خطتها التي كانت تعتمد الاستفتاء كآلية من أجل التعبير عن الإرادة، إلى اعتماد المقاربة السياسية التي بدأ تطور وتحقيق الأمم المتحدة، انطلق من صيغة ومن البحث عن حل سياسي عادل، وانطلق هذا التطور في إطار بحثي وفي إطار محاولة اجتهاد الأمم المتحدة، حتى وصل سنة 2018 إلى أن المطلوب هو حل سياسي واقعي توافقي وعملي بما يضمن تقرير المصير. هذا الجزء لا يجب أن يفزعنا، لا يجب أن يخيفنا، بل إن الأمم المتحدة، وهذا هو جوهر تدخل المحامي، لأن الأمم المتحدة في حاجة إلى القانون، في حاجة إلى الفقيه القانوني، في حاجة إلى القاضي الذي يفسر للأطراف أن الأمر لا يتعلق بالعودة إلى تقرير المصير وفق ما هو معموله في القواعد المعيارية للقانون الدولي، ما دام هذا المفهوم وهذه القاعدة نفسها قد عرفت تطورا سموا على المستوى العالمي أو حتى على مستوى تعامل الأمم المتحدة مع الملف، باعتبار أنها تخلت عن خطة التسوية التي هي تخلي الأمم المتحدة عن الاستفتاء، وبالتالي هنالك تطور في نظر الأمم المتحدة وفي نظر الذي وازى وعلى غرار تطور المجتمع الدولي. إذن المطلوب هو أن الأطراف عندما يتفقون على حل فإنهم يجب أن يتفقوا على طريقة للإشهاد على الحل. إذن التطور ديال الأمم المتحدة أنها ملكت الأطراف طريقة تحديد التقرير المصير، أي طريقة الإشهاد والمصادقة عن الحل السياسي الذي يتوصلون إليه. هذا الحل السياسي أيضا تجد مبادرة المغرب بالحكم الذاتي مكانتها بين لوائح وقرارات الأمم المتحدة، أولا من خلال تقاطع نظر الأمم المتحدة ونظر مجلس الأمن في أن المطلوب هو حل واقعي، وهو الإشهاد الذي حازته
مبادرة المغرب بالحكم الذاتي، وبالتالي فإن المغرب أيضا له وجهة نظرية مرنة ومنفتحة على الاستعداد لتطوير هذه المبادرة المغربية، ويضع لذلك شرطين. الشرط الأول هو الانطلاق من هذه المبادرة والانتهاء ببقاء الصحراء تحت سيادة المغرب. إذن الآن هو أن المحامي، هو أن القاضي، هو أن الأستاذ الجامعي لا يجب أن يتخلى بدوره عن دوره، وأن يكب على ليس على مساعدة المغرب وحد، بل إن الأمم المتحدة بحاجة إلى هذه المساعدة من أجل زرع الإطمئنان لدى الأطراف حتى ينطلقوا في مسيرة البحث عن الحل بشكل توافقي.